دعا أكاديميون وخبراء في علم النفس إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتغليب قيم التسامح في المجتمع الكويتي، لا سيما بين الأوساط الطلابية والشبابية، في خطوة للحد من تداعيات ظاهرة العنف المجتمعي، فيما دقت إحصائيات أكاديمية ناقوس الخطر جراء ارتفاع مؤشرات العنف في البلاد. في ظل تفاقم ظاهرة العنف المجتمعي خلال السنوات الأخيرة والتي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات تربوية وأكاديمية محلية وإقليمية وعالمية، رأى أكاديميون أن ترسيخ ثقافة الحوار وقيم التسامح بين فئة الناشئة والشباب هو السبيل لمواجهة ظاهرة العنف والتصدي لها عبر اتباع الأساليب العلمية الحديثة. إن دورنا يحتم علينا ترسيخ مفاهيم الحوار واحترام الآراء ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف في المجتمع الكويتي ككل، وخصوصا بين الشباب والمراهقين، والدعوة إلى الألفة والتعاون بين الجميع. خبراء في علم النفس حذروا من تداعيات هذه الظاهرة التي ألقت بظلالها على المجتمع بشكل عام والمدرسة والجامعة على وجه الخصوص، وأجمعوا خلال مبادرة شبابية أطلقتها جامعة الكويت تحت عنوان بصمة ضد العنف على دور الجامعة في إذكاء روح العقلانية ونبذ الطائفية والفئوية. نضع بصمة ضمن هذا الأمر أن نقدم دراسات من أجل القضاء على هذه الظاهرة. نحن نتعلم في الواقع عندما نسمع أن بسبب خزة، بسبب موقف سيارات قد ذهبت أرواح. الوقوف وتشخيصه والوقوف على برامج العلاج المناسبة. أجريت الكثير من الدراسات وأكدت هذه الدراسات بزيادة العنف المدرسي. وانطلاقا من دورها للحد من العنف، عدت كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة دراسات موسعة حول قضية العنف، تمهيدا لمناقشتها وإيجاد حلول ناجعة تستهدف معالجة المشكلة، لكنها دعت في الوقت ذاته الجهات المعنية في الدولة إلى الاضطلاع بدورها في هذا الجانب لتحقيق النتائج المرجوة. أطلقت وزارة الصحة مؤتمر علم الأنسجة في دورته الثانية بمشاركة خبراء ومختصون في مجال زراعة الأنسجة من مختلف دول العالم، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على علم الأنسجة ودوره المحوري في الاكتشاف المبكر لأمراض السرطان. وإن التعاون يتيح الفرصة للمشاركين بالإطلاع والإلمام بأحدث المستجدات في مجال علم الأنسجة بقسم المختبرات ودوره في التشخيص الدقيق والمبكر للأنواع المختلفة من السرطان، بما يتيح الفرصة للتدخل العلاجي في المراحل الأولى للمرض ويزيد من فرص الشفاء التام والتمتع بجودة الحياة.